الحزن غادي ينتشر في قاع المدينة، غيبكي الصغير الكبير النساء الرجال. يا ابن العم، إذا قضيت نحبي فاغسلني وما تكشفش عني، فإني طاهرة مطهرة. غادي يدخل سيدنا الحسن والحسين على الأم ديالهم وغادي يلقاوها لأنها ماتت. ديك الساعة غادي يطيح سيدنا علي على وجهه وغادي يقول: بمن العزاء يا بنت محمد، بمن العزاء يا بنت محمد، فهذا الفراق واللقاء الجنة. سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية. قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا اليوم، بغيت نقول للناس ديال جهوي ديال موحد ديال وطني، الله يسهل عليكم وإن شاء الله كل شيء غادي يدوز على خير. ما تخافوش ما تدهشوش، وإن شاء الله إذا كنتوا خدمتوا مزيان ربي ما غاديش يخيبكم وغادي يعاونكم، غير تيقوا في ريوسكم وغادي تنجحوا إن شاء الله. المهم، إذا كنتوا باقين كتذكروا آخر حلقة من قصص القرآن، كنت سولتكم هذا السؤال: شنو هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ وتقريبا كل شيء قال سورة الكوثر، وبلي بلي أنني وليت كنسهل معكم الأسئلة. ولهذا سؤال حلقتنا اليوم كيبان سهل ولكن ما عرفش واش سهل ولا لا. شنو هو لقب زوجات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ واللي ما عرفش الجواب يكتب ليا، لانه ما عرفش بكل روح رياضيه. وتحيه لهاد الاشخاص اللي كنلقاهم دائما تكتبوا ليا بلي انا ما عرفش. واذا ما عرفتيش بياسر ماشي عيب، غادي تتعلم. من غير هذا، دائما كيجيوني واحد زوج ديال الاسئله لما كنحكي لكم قصص القران. الاول، علاش تنقول مولانا؟ وثاني حاجه اللي جاتني شويه غريبه ولكن محقكم انكم تسولوا، علاش تنمسح في صدري فاش تنقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ اللي تيقولي علاش كتقولي مولانا؟ يا ساده يا كرام، لو كان بحثتوا غير شي شويه في جوجل غتلقاو بلي انه مولانا هي اسم من اسماء الله الحسنى واللي جايه من المولى. اما بالنسبه للسؤال الثاني، فوضع اليد على القلب او للصدر عند ذكر حبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فهو تعظيما واحتراما لانه سيد الخلق والرسل. ونزيدكم بلي انه حتى لما كتكون الوقفه وقوفا على الاقدام فكل شيء كيحيد الاحذيه تعظيما واحتراما لرسول الله، وهذا الشيء لا يفهمه الا اذا كان عندك اعتقاد صحيح في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه اجمعين. وختاما باش نسدوا هذا الموضوع، تيقول لك: من نظر الى الاشياء بعين التعظيم استمد منها الانوار وكان عند الله عظيما، ومن نظر الى الاشياء بعين التحقير سلبته الانوار وكان عند الله حقيرا. لنبدا في حلقه اليوم، لنبدا. في الثالث من شهر رمضان المبارك عام 11 للهجرة، كان أشد يوم للحزن على المسلمين من بعد الموت نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله. الحزن غادي ينتشر في قاع المدينة، غيبكي الصغير الكبير النساء الرجال. ولكن في نظركم علاش؟ حيتاش غادي تموت سيدتنا لالة فاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلنا تنعرفوا بلي انه كانت عندها مكانه عظيمه عند سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وكانت تعيط لها غير بام ابيها حيتاش كانت حنينه بزاف وكلها حب. كتقول ام المؤمنين سيدتنا عائشه رضي الله عنها: ما رايت احدا كان اشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمه. فكانت رضي الله عليها لما كتدخل عليه كان كينوض لعندها وكيشد ليها يديها ويقبلهم لها ويجلسها في المجلس ديالو. وحتى هو لما كانت يدخل عليه عليه الصلاه والسلام كتنوض وكتشد ليه يديه وكتقبلهم ليه وتجلسوا في بلاصتها. لما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غادي يحج حجه الوداع، غادي يمرض اخر مرضى ديالو، وهي تسمع سيدتنا فاطمه رضي الله عنها بلي انه باها الحبيب مرض، ومشات كتجري لعندو باش تطمئن عليه، تطمئن على الاب ديالها الحبيب ديالها وديالنا كلنا عليه الصلاه والسلام. كتقول عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها: فقال النبي عليه الصلاه والسلام: مرحبا بابنتي، ثم اجلسها على يمينه او عن شماله، ثم اصر اليها حديثا فبكت. فقلت: لما تبكين؟ فأصر إليها حديثا فضحكت. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، وهي تقول: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام، فسألتها فقالت: أسر إلي. لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تقول بلأن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة،
وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. وبدأت تبكي سيدتنا فاطمة وهو يقول لها سيدنا محمد: أما ترضين أن تكوني نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وبديت كنضحك على هذه البشارة. لما الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في فراش الموت، كان الرأس ديالو الشريف في الحجر ديال فاطمة رضي الله عنها، وهي كتقول: وكرباه يا أبتاه، ويهز الرأس ديالو الشريف وهو يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك اليوم يا ابنتي. وهنا غادي يموت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبدأت كتبكي السيدة فاطمة بكاء شديدا وقالت: يا أبتاه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. لما غادي تدفن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي تمشي سيدتنا فاطمة عند أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت لي: يا أنس، كيفاش عطتكم خاطركم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ وبدت كتبكي وبكوا المسلمين كلهم وذكروا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. من بعد غادي تمرض السيدة فاطمة رضي الله عنها من شدة الحزن ديالها على الأب ديالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، غادي وكتشتاق ليه وحزنات عليه، حتى جات واحد الليلة اللي غادي تلتحق به، غادي تنوط وتك على الحيط واغتسلت بالماء وقالت لسيدنا علي رضي الله عنه: يا ابن عم، إنه قد نعت إلي نفسي وإنني لا أرى ما بيدي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا بغيت نوصيك بأشياء عندي في قلبي. غادي يقول لسيدنا علي رضي الله عنه: أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. وغادي يجلس عند الرأس ديالها وغادي يخرج أي واحد كان في البيت وهي تقول له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خالفتك منذ عاشرتني. غادي يجاوب سيدنا علي وغادي يقول لها: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله عز وجل، وحز علي باش أنني نتفرق معاك ونفقدك إلا أنه أمر لا بد منه، والله جددت علي مصيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد عظمت وفاتك وفقدك، وإن لله وإن إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وألمها وأنضها وأحزنها، هذه مصيبة لا عزاء منها ورزية لا خلف لها. بدأوا يبكيوا والإمام علي غادي يشد لها رأسها ويضم صدره وقال رضي الله عنه: أوصيني بما شئت فإنك تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتني به، وغادي نختار أمرك على أمري. غادي تقول ليه رضي الله عنها: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن العم، كنوصيك أنك تزوج من بعد، فإن الرجال لا بد لهم من النساء، وصنع لي نعشا ليسترني من بعد موتي، ودفني في الليل إذا تهدنت العيون ونامت الأبصار. يا ابن العم، إذا قضيت نحبي فاغسلني وما تكشفش عني، فإني طاهرة مطهرة، ودفني بالليل ليس نهارا وسرا لا جهرا، وعفى موضع قبري. يا ابن العم، إذا تزوجتي شي مرة من بعدي اجعل لها يوما وليلة، واجعل لأولادي يوما وليلة. يا أبا الحسن، لا تصح في وجوههما فيصبح يتيمين غريبين منكسرين، فإنهم بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا علي، أنا فاطمة ابنة محمد، زوجني الله منك باش نكون لك في الدنيا والآخرة، انت اولى بي من غيري، حنطني وغسلني وكفني بالليل وصلي عليا ولا تعلم احدا، واستودعك الله واقرا على ولدي السلام الى يوم القيامه. فذيك الوقت كانت عندها اسماء بنت عميس رضي الله عنها. لما وصلت وقت الاحتضار وانكشف الغطاء شفت السيده فاطمه رضي الله عنها وقالت: اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. من بعد قالت: وعليك السلام يا قابض الارواح، عجل بي ولا تعذبني. من بعد قالت: اليك ربي لا الى النار. من بعد غادي تغمض عينيها ومدت يدها ورجليها وعيطت لها اسماء وما جاوبتهاش، وهي تكشف الثوب على وجهها فاذا بها قد فارقت الحياه وطحت عليها وبدات كتقبلها وكتقول: يا فاطمه، اذا وصلت لعند ابيك رسول الله فاقرئيه عن اسماء بن عميس السلام. غادي يدخل سيدنا الحسن والحسين على الام ديالهم سيدتنا فاطمه رضي الله عنها
وغادي يلقاوها بلي انها ماتت. غادي يطيح على سيدنا الحسن ويقبلها ويقول لها يا اماه كلميني قبل ان تفارق روحي بدني. ويطيح على سيدنا الحسين على رجليها كيقبلهم لها وكيقول انا ابنك الحسين كلميني قبل ان يتصدع قلبي فاموت. غيخرجوا حتى هما حدا المسجد تيبكيو بالخوات وغادي يتجمعوا عليهم بعض من الصحابه ويقول لهم الحسن والحسين ماتت امنا فاطمه. ديك الساعه غادي يطيح سيدنا علي على وجهه وغادي يقول بمن العزاء يا بنت محمد بمن العزاء يا بنت محمد. غادي ترتفع اصوات البكاء من البيت ديالو والمدينه وكل شيء بدا كيبكي فيها من رجال ونساء وغادي يعم الحزن والصحابه غادي يبداو يبكيو حزنا والما على فراق اخر ابناء نبيهم. غادي يتجدد عليهم الالم بحال النهار اللي مات فيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. غادي يتجمعوا النساء في الدار ديال سيدتنا فاطمه رضي الله عنها وبداو كيغوتوا كيبكيو والناس جايين عند سيدنا علي اللي كان جالس وما بين يديه الحسن والحسين اللي حتى هما كانوا تيبكيو. غادي تخرج ام كلثوم رضي الله عنها وهي تقول يا ابتاه يا رسول الله الان حقا فقدناك فقدا لا لقاء بعده ابدا. غادي يغسلها سيدنا علي هو وأسماء في هذيك الليلة. من بعد غادي يحيط يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم هلموا فتزودوا من أمكم فهذا الفراق واللقاء الجنة. من بعد غادي يصلوا عليها وغادي يهز سيدنا علي يديه وغادي يقول اللهم فهذه بنت نبيك فاطمة أخرجتها من الظلمات إلى النور. من بعدها غادي تهت الأصوات وغادي ينعس كل شيء. غادي يمشي علي بن أبي طالب والعباس والفضل بن العباس ورابع يهزوا سيدتنا فاطمة وغيشيعوها سيدنا الحسن والحسين وعقيل. وغادي يكون أول نعش اللي دار في الإسلام اللي هو ديال سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بنت حبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. غادي ينزل سيدنا علي للقبر ويشد سيدتنا فاطمة ويحطها ويقول يا أرض أستودعك وديعتي هذه بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله محمد بن عبد الله سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني رضيت لك بما رضي الله تعالى لك. بعد غادي يقرأ منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حينها غادي يطلع سيدنا علي رضي الله عنه من القبر ديالها ويجيو الحاضرين ويحطوا التراب عليها وسيدنا علي غادي يقفل القبر ديالها. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم لي صراحة جد مؤثرة. كنتمنى أنني نكون وصلتها لكم مبسطة وقدرتوا تعيشوا مع الأحداث. فاللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام سلام.